عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المشبك. يلا، احنا شايفه ان احنا فتحناها على الاخر، مشبك وحاجات زي كده. ما علينا، الطريقه سهله جدا جدا وموجود كلها عندي. اول حاجه هتجيبي معلقه اكل خميره، اوكي. هتحطي عليها كمان معلقه سكر، استنى، برضو معلقه اكل سكر. هنحط كوباية ونص مية، ادي كوباية وهحط النص. طبعا المية دافية، مش محتاجة ان اقول لكم ان المية دافية. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، هنقلبها بالشكل ده. قلبيها كويس بس لما الخميرة او السكر يدوب، الخميرة مش هتدوب، السكر هو اللي يدوب. قلبيها كويس. كمان هنحط معلقة فانيليا صغيرة، اهو انا حطيت. هنحط كوباية دقيق وكوباية نشا، ادي كوباية النشا. يبقى احنا كده حطينا دقيق وحطينا نشا، وهنحط كمان رشة ملح على البركة، مش بالكف والنون. هنقلب كل المكونات دي، بسم الله، هنقلبها كويس جدا جدا جدا. شايفة العجينة سايبة ازاي؟ هي تبقى سايبة كده، مش تلمع، انا عايزاها كده. هتقلبيها كويس جدا وهتغطيها وهتسيبيها نص ساعة، ساعة الا ربع حسب درجة الحرارة عندك، او تسيبيها في مكان دافي عشان تخمر بسرعة. يلا انا هقلبها وهغطيها واسيبها وارجع لك بعد كده. بصوا هنغطيها بالستريتش زي كده، وهغطيها كمان بفوطه تانية واسيبها في مكان دافي وارجع لك تاني اقول لك هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا بنات، عملت بالونه اوه خمرت اهي، ما شاء الله ما شاء الله. استنوا، وبعدين لازم تقلبيها تطلعي الهواء منها، اوكي. بصوا طلعوا كده الهواء منه، ما شاء الله الخميره حلوه. انا غيرت الخميره يعني، حلوه اهي. هتحطيها بقى في كيس، تحطيها في علبه. انا عندي علبه زي بتاعه الكاتشب والمستردة وكده، انا هحطها فيها. وفي الوقت ده هنكون حاطين زيت على البوتاجاز، مش درجه حرارته عاليه قوي، لكن زيت هيكون سخن لكن مش بيغلي. يلا بصوا، انا هجيب العلبه اهي صغنونه وجميله وتجنن، هحط فيها القمح زي ما انتم شايفين، وهنزل بالعجينه. ما تكتريش لان العجينه بتخمر. انا طبعا مش مالكه وانا بحط عشان التصوير، العجينه بتخمر طول ما انت حطاها ومقفله عليها تلاقيها بتخمر، فانت ما تكتريش فيها شويه شويه. العلبه بتاعتك صغيره فانا مش هكتر، لان شايفين العجينه خمرانه. بس هحط شويه وهقفلها وارجع لك. الطاسه بتاعتنا اهي والزيت قدح. تبتدي بقى ايه الفن التشكيلي، الفنانه التشكيليه اللي جواكي تطلع دلوقتي. تبتدي تعملي كده، معلش دلوقتي هيمسك في بعضه ولا يقول لا. مش هيطلع مشبك يعني، مشبك لكن مش هيقول لا اهو. المهم يمسك في بعضه وهتلاقيه زي الفل. سيبيه الفنانه التشكيليه ما تكتمهاش، طلعيها. هو ما بياخدش غير دقيقتين، ما بياخدش وقت على البوتاجاز غير دقيقتين بالكتير. اما تلاقي وشه من تحت احمر ومسك يبقى هو كده استوى. خلاص احنا هنفضل هون، هفضل معاكم، او خليني اقفل عشان ما اطولش الفيديو وارجع لك. بصوا هو اقل من دقيقة اهو. المهم بس انا عايزاه يمسك في بعضه وبعدين تبتدي تقلبيه. معلش ما ظبطتش دي، تظبط اللي بعدها، ما يجراش اي حاجه. اللي ما يظبطش معانا في الاول يظبط معايا في الثاني. هتبقي محضره العسل بتاعك اللي احنا قلنا طريقته قبل كده كذا مره في كذا فيديو. عسل تقيل، هيبقى 3 كوبايات سكر عليهم كوبايتين ميه، ويبقى ده العسل التقيل. بصي اهي، طول ما هي كده خلاص بتحمر خلاص. انا دي مش هعتبرها ان هي ناجحه، هعمل غيرها وهشوف هيطلع ايه، لكن ان شاء الله. هي بص ابتدت تحمر، هي مش عايزه تحمر قوي عشان ما يتحرقش، بتتكسر وكسرت خالص. ما انتوا شايفين. يلا انا هسويها واحطها في العسل واعمل واحده غيرها. بسم الله، هنعمل واحده ثانيه. انا مش فارق معايا الفن التشكيلي اللي انا بعمله اهي، ما تكبريهاش بس اهم حاجه، علشان ايه؟ انا الطاسه عندي صغننه والبتاع اللي انا حاطه فيها الطبق صغير، مش هتاخد وقت. بصوا انتوا معايا اهي، اهي هتحطي كده اهي. خلاص هي استوت اصلا اهي، بس انا طبعا الزيت سخن. بسم الله، خلاص اهي، مجرد ما تاخد لون تقلبيها على الناحيه الثانيه على طول اهي. انا عندي طبعا المشبك الرفيع مش المشبك الكبير زي ما انت شايف كده. خلاص هطلعها واحطها في العسل اهي، شايفه؟ مش مشكله، ده بيتكسر، ده مش مشكله.
اهو، خليني اطلعها واحطها في العسل. وهي واحده كمان برضو بنفس الطريقه، هتعملي كده تحطي الزيت عليها. حاولي لانها طاستي صغيره، يعني اي حركه في الطاسه بتكسرها. يمكن انت الطاسه عندك تبقى اكبر شويه، بس انا مش لاقي لسه طاسه كبيره، عشان كده اختصرت الوقت قلت اعمل في الطاسه دي زي ما انت شايف. لقيت ان هي خفيفه معاكي ومحتاجه تحط لها معلقه دقيق، حط لها معلقه دقيق. خلاص يلا. بصي يا بنات ما شاء الله طلعت كميه كبيره، استنوا بس. طلعت كميه كبيره وانا لسه ما خلصتش اهو، لسه ما خلصتش. استنوا عشان ده سخن بس، انا حطيته في العسل زي ما انت شايفه. بصي اهو سمع صوته، استني سمع صوت القرمشه. انا بالنسبه لي هو زلابيه، يعني الناس اللي منزله الطريقه وبتقول ده مشبك، لا ده مش مشبك خالص ولا دي علاقه بالمشبك. طعمه جميل جدا كزلابيه مش كمشبك اهو. سامعين صوته بيقرمش، لكن مش زلابيه، مش مشبك، ده زلابيه. على العموم ده الشكل النهائي بتاعه، انا هحطه في الاطباق دلوقتي. بس انتوا عارفين انا بحب اختصر عليكم الوقت. العسل بتاعي اهو، اهو العسل، وهو لسه في بقيه العجين، وده الشكل النهائي بتاعها اهي. شكلها جميل جدا، ممكن تقدميها وتحطي عليها مكسرات من فوق كده، اي ديزاين انت عايز تعمليه او اي شكل تقدمي بيه، هو ده الشكل بتاعها. بس انا عشان اختصر واكمل اللي ورايا قلت اصور لكم واوريكم ان هي بتقرمش. سامعين؟ بتقرمش. يلا تشتركوا تعملوا لايك وشير على مطبخ بطوط على الفيسبوك، كمان مطبخ بطوط على اليوتيوب. وانا بشكر الجماعه اللي بتعلق لي دايما، ليكوا جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.